السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج براند. طبعا بنحب نرحب بأخونا محمد. حبيبي يا شاعر، حبيبي أنا سعدت جدا إن أنا كنت النهاردة إن شاء الله معاك، وسعيد إن احنا إن شاء الله بنطلع المشاهدين من نافذة جديدة إن شاء الله قناة السلام، لنؤكد إن الشباب إن شاء الله عنصر فاعل وأساسي في المجتمعات إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله يشوفوه ده من خلال حلقاتنا الجاية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله كلنا عارفين المصطلح العام اللي هو اسمه فيتو، تمام؟ صح كده؟ تمام. احنا كلنا عارفينه بان هو مصطلح عالمي وسياسي. بالظبط صح كده؟ واحنا طبعا احنا اخترنا النهارده يكون عنوان حلقتنا ان شاء الله عز وجل عنوان باسم فيتو. طبعا في قانون دولي اسمه الفيتو اصلا، وفيتو معناها انا اعترض، وده حق الاعتراض. حق الاعتراض ده محطوط لمجموعه دول فقط على مستوى العالم من 193 دوله. في بس خمس دول من 193 دوله هم لهم حق الاعتراض بدون اي مؤثرات، سواء عقدية أو فكرية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى قانونية أو فوق دستورية، لها أنها تأثر على هذا الاعتراض. فاعتراض كده مطلق، وهذا الاعتراض بدأ يستخدم في قضايا معينة على مستوى العالم أدت فيها العنصرية أحيانا، أدت فيها لفكرة أن يكون القرار ده لصالح حد معين ضد حد معين، وبدأ فيه من الظلم ما فيه. لكن القرار في محتوى أصلا، القرار في حاسس أن أنا اعترض أو أنا حقا اعترض ودي لي علامة بهذا الشكل، ده بدأ يكون يعني يصل في المجتمع ويتفشى ويمتد إلى أنه بدأ يستخدم في أرجاء الدنيا كلها من خلال المجتمعات والشباب والناس فيما بينها. إزاي أن الموضوع ده وصل بشكل بقى سلبي، وإزاي وصل بتفكير سلبي عند الناس، هو ده اللي احنا إن شاء الله بنحاول أن احنا نختزله في موضوعات دينية وموضوعات ثقافية واجتماعية مع مجتمعاتنا إن شاء الله عز وجل، وخاصة في قضايا دينية يجب أن هي تكون في الأساس أن المنهج الإسلامي هو اللي بيضبط لينا فكرة زي اعترض أو زي ما اعترضش، كيف أؤيد وكيف لا أؤيد، أو كيف أؤيد وعارض، أو كيف أفعل ولا تفعل. الكلام ده كله إن شاء الله عز وجل إزاي هنتناوله من خلال فكرة القانون الدولي أو فكرة معنى الفيتو، وهو الفيتو الإسلامي يكون بشكله إزاي. هل أنا من حق أن أنا اعترض، أو حق أن أنا أتناول الموضوعات بشكل فيه نوع من الإسفاف أو من الاعتراض المطلق، ولا المفترض يكون الاعتراض ده هي معارضه مسؤوله، وينبغي ان انا لما اجي اعترض على الانسان المفترض ان انا اصلح نفسي وادعو غيري؟ هي ازاي الامور دي يتم اتخاذها؟ هو ده اللي ان شاء الله نتكلم عنه. اعترض دلوقتي المفهوم نفسه قلنا انا ايه؟ انا اعترض صح كده؟ بالظبط. طيب احنا بقى عايزين ناخد المفهوم دوت ونطبقه ونحطه في قالب تاني خالص غير القالب المعروف بيه اللي هو قالب السياسه وقالب، تمام كده؟ احنا عايزين ناخده في جنب ثاني خالص. طيب دلوقتي انا اعترضت على حضرتك لاي سبب ما، واعترضت على الاستاذ المشاهد لاي سبب ما، وانت اعترضت عليا لاي سبب ما، تمام؟ هل في اليات للاعتراض؟ تمام. ولا هعترض عشان انا عايز اعترض؟ بالظبط. تمام كده. اللي هو ايه يعني؟ انا لازم حتى ما في مثل بيقولوا عليه خلف تعرف، تمام كده؟ لازم انا يكون ليا راي مغاير حتى كان رايي انا هو الغلط. بس لا، انت ازاي انت تعترض عليا؟ بص هقول لك على حاجه، انت جايب انت اثرت نقطه مهمه برضه. يعني انت حضرتك دلوقتي قلت حاجه مهمه قوي لفت نظري برضه، لما انت بتقول هو انا بعترض بس عشان خالف تعرف او مجرد الخلاف او المعارضه. انت عارف في منهج اصلا عالمي اسمه السفسطه. السفسطه دي اللي هو يسوس حاجه خطيره جدا، يقول لك ايه؟ اعترض واعمل صرصره تؤدي الى اثاره دون وصول لنتيجه. هو ما بيعترضش عشان النتيجه، هو اصلا المفترض المسلم المفترض انه يكون كلامه من منطلق انه يصل به الى منفعه شرعيه او منفعه او اي مصلحه من انواع المصالح. بص لك على حاجه جميله، يجي بيقول لك ايه؟ بيقول لك القول الذي لا ينبني عليه عمل هو ضرب من التكلف المنهي عنه شرعا. صحيح. تخيل، يعني اذا لما اجي اتكلم لازم يكون كلامي ده هينبني عليه عمل ايجابي ويتحقق فيه اي نوع من انواع المصالح الثلاثه، عشان يكون عشان ما يكونش من التكلف المنهي عنه شرعا. لان انا لما اجي اتكلم عمال اتكلم وخلاص، وانت بتتكلم ربما يكون انا اصلا ماشي في طريق مستقيم جميل، والمجرد ان انت انتقدت والانتقادك مش صحيح ومش موضوعي يبقى انا اتوقف عن عمل خير بعمله. انا دلوقتي يحضرني حوار حلو قوي. جميل. دار ما بين الامام مالك رحمه الله تعالى واحد يعني احد الناس. تمام. واحد كده حب يعترض عليه، يعني يقول له ان اخوانك من اهل العلم خارجين بره بيحاربوا، وانت قاعد هنا في الجامع ما تعلم الناس ده راجل مش كده يعني. هو مش عارف اننا جاي نتكلم معاهم. اطلع حارب معاهم يعني. فقال له ايه؟ قال له ان تلك فتوح. الله. هو ربنا فتح عليه وهم في الجهاد، فتح علينا باب العلم. احنا كلنا اصلا الله في حاله واحده، حاله الدين. فكل واحد فينا الله يبارك في المجال بتاعه. تخيل بقى لو الامام الشافعي ما عندوش القوامه. خلينا نقول لا، كان الامام مالك. يبقى احنا خلينا نقول هو اعترض، هل في اعتراضه كان معاه حق؟ لا خالص ما كانش معاه حق. وانت عندك دليل تاني برضو لو احنا رجعنا للسلام الصالح. خلينا نقول حاجه محمد، خلينا نقول حاجه. ماشي، انا اسف. خلينا نقول انت دايما تعترض النهارده فيه. تمام. طيب هل دلوقتي تتفق معايا
ان في ناس طريقه تفكيرها ومخها بالشكل ده. ايوه نشوف شوف الصوره ان شاء الله تيجي. تمام. انت معايا. بص هل انت مقتنع بعد كده؟ انا بس الاول كنت عايز احلل حاجه هندسيه كده. اتفضل حلل يا مهندس. دلوقتي عندنا انا رصاص، هو طبعا الفنان اللي استخدم هو في اشاره يعني مستخدم ثلاث قلم دول بس، عمل قلم القلم الازرق والقلم الرصاص، وده قلم اسمه قلم تحبير، في حاجه اسمها منه بوينت 2 بوينت 4، ده هندسيا يعني، في حاجه اسمها التدريب البصري. فطبعا انا مش انا جبت الصوره، هو الشعر جاب الصوره بس انا بحللك الصوره يعني. ماشي. فهو استخدم الثلاث الوان دول بالثلاث اقلام، عمل بيها الرسمه ديت. بس في النهايه خلاص طلع لمنتج فظيع، ومنتج فيه اشاره ورسائل كتيره جدا. يا رب ان احنا ان شاء الله نقدر نطلع بعض الرسائل الهامه عشان نرجع لموضوع حلقتنا سريعا يعني. طيب يعني احنا الاول متفق معايا ان في حد كده، واحنا بس الاول عايزين نوصف الصوره، هو ده الاول العقل فين والدماغ والرجل زي ما شايفين كده. راجل يا جماعه هو عقله في رجله، ورجله اعزكم الله في مخه، وكانه بيفكر برجله بمخه. مفيش. هو انا انا عايز اقول بلغه درجه يعني كده، الناس بيقول لك يقول لك ايه هو عايز اقول ده جزمه ولا ده مش عايز اقولها والله. تمام. يعني هو دلوقتي الواضح قدامنا ان فعلا في ناس كده. انا برضه في اشاره، معلش ما تركز على الصوره بس عشان انا معاه والله. انا معاك. بص انت لو تلاحظ تلاحظ ان هو حاطط ايديه في جيبه، ماشي، فده دليل عليه. عارف انت يقول لك ايه، فاغر الفم. صحيح. فاغر الفم يعني مش فاهم حاجه، ويأكد لك عدم فهمه انه يضع وضع يده، اليد دي بتقول ان هو مش فاهم احيانا او متكبر على ان هو فاهم. يعني انا عايز اغطي على نفسي انا مش فاهم، وعامل نفسي بقى ان انا فاهم كل حاجه، فبحط يدي كده وعامل مش عارف ايه الجو ده، الجو ده هو عامله في ظل ان اصلا عقله اللي هو بيدي لك من الظهر اشاره ان هو فاهم كل حاجه، هو اصلا ما عندوش عقل. أيه. ده هو حاطط ايه؟ ده مفيش عقل، مفيش عقل خالص، مفيش عقل، مع ان العقل ده ربنا سبحانه وتعالى كرم الانسان بعقله. يوم ما يفكر بالشكل الصح والسليم واللي يصل بشكل ايجابي وتفكير صحيح، ما يكونش تفكير سلبي. ومش كل الناس على فكره، بص مش كل الناس اللي تفكر تصل للحقيقه. خد المعلومه دي معلش يا شاعر، معلش انا اسف، بمناسبه الصوره يعني، مش كل الناس اللي تفكر تصل للحقيقه، لان الناس كلها بتفكر. كل الناس بتفكر، وعشان التفكير عشان كل الناس بتفكر طلع مناهج من، شوف من اول ما بدا الاسلام فجر بزوغه من 1400 سنه الى اللحظه دي، طلع مناهج كتير جدا، طلعت الليبراليه والعلمانيه والديمقراطيه والامبرياليه الامريكيه، وطلع الماركسيه والشيوعيه والاشتراكيه والراسماليه، طلع مناهج لا تتخيلها، كلها مناهج بتدور كلها حوالين الكفر، بتدور كلها انها تضرب الشريعه الاسلاميه في مقاصدها وفي اصولها. تمام. تمام. كلها دي جت نتيجه تفكير، صح؟ صحيح. بس هل كل تفكير بيصل للحقيقه؟ الحقيقه المطلقه اللي موجوده في الاسلام؟ لا، مش كل تفكير بيصل. لذلك انا ليا تعبير جميل، بقول لك اذا تشاكس العقل وتشاكس القلب، يعني الاثنين في خلاف دايما، وانا مش عقلي ولا مش قلبي، اذا تشاكس العقل وتشاكس القلب في صراع يعني، اصلح بينهما، يعني امزج بينهما بين التفكير العاقل اللي يجيب عاطفه صح، امزج بينهما واخرج انت سالما، اخرج انت بنفسك كلها سالما. ليه بقى؟ بس خلي بالك بقى في اشاره، معلش انا اسف اذا كنت اطلت عشان برضو انت تقول اللي عندك، في اشاره مهمه قوي. هل كل تفكير معناه ان انت بتصل للحق؟ أكيد لا. اكيد لا طبعا، صح. فبالتالي ان احنا مش كل اللي بيصل للحق بيكون بهذا الشكل، بيجعل عقله اللي ما وصلوش للنور، ما وصلوش للصح والقرارات السليمه، كانه وضعه تحت اقدامه وداس على عقله، ما استخدمش الاستخدام الصح ولا الامثل. فلذلك ليس كل عقل يفكر يصل للحقيقه. تامين ليصل للحقيقه، ليس ذلك الا للمؤمن. الله. لا يحمل قلب مؤمن. صحيح. فلذلك ان تجمع بين ده واجمع بين ده، ومش هتجد ان نور العقل يتفق ولا يتسم مع الحياه ولا مع معركه الحياه الا بنور الوحي اللي هو الاسلام. فالاسلام هيصلح لك قلبك وروحك، يبقى احنا كده وعقلك هنا يبدا يفكر في هذا المناط. يبقى احنا كده وصلنا نقطه مشتركه بيننا. تمام. انا كنت عايز الصوره ترجع عشان تفضل متعلقه. مفيش مشكله. في اذان المشاهد يعني. يبقى احنا كده نوصل لنقطه مشتركه بيننا. ان اي حد بيعترض لوجه الاعتراض فقط، تمام كده، وبيعترض بس، وهو ما عندوش اليات لاعتراض اصلا، بالظبط، بيضر، نقول له ان حضرتك بالظبط سامحنا يعني. بالزبط. انت ده. ايوه صح، احسنت. تمام كده. طيب فانت بقى احنا مش عايزين نقول له بالظبط، فانت ارتقي بنفسك. بالظبط. الله يبارك. واحنا عايزين نرتقي معاك. الله يبارك. ونرتقي بيك. أحسن. ان انت تخرج من الدايره دي. تمام. لا احنا عايزين ان يبقى حضرتك كلامك عامل بالظبط زي المطر. جميل. اينما وقع نفع. احسنت. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن اينما وقع نفع. بالظبط كده. يعني افضل من المطر كمان. طيب عمرك سمعت يا محمد عن حد كان ماشي على طريق مستقيم، طريق رب العالمين، وفجاه انتكس؟ اه طبعا كتير، ده للاسف. نسال الله الثبات. صح كده. اللهم امين. طيب كتير كان على طريق ثبات مستقيم وبعدين انتكس. وخلينا نتفق ان اول واحد انتكس كان ابليس. احسنت. صح كده. أحسنت. اول
اول فرد احسن انتكس. كان من كان من المقربين بالظبط كده، كان مقربين وقاعد في الجنه وكانت حلت يعني عشته فل خالص. تمام. لما انتكس بدا تتوالى عليه، هو خلى حياته مش فل وحياتنا مش فل. ربنا يحفظنا ربنا يثبتنا. تمام كده. طيب لو حد انتكس، لو حد انتكس وساب الطريق، انا بقى ليه حق استخدم الفيتو ان انا اعترض واستخدم عليه يا جماعه حق الفيتو واعترض عليه لمجرد اعتراضي فقط وكانه هو اخطا واجرم والدنيا تقوم ما تقعدش، خد بالك، وكاني انا اللي سالم تمام ما بعصيش ربنا ابدا. ده للاسف انت اثرت نقطه وكارثه على فكره في المجتمع الاسلامي، بقى مش هقول في العالم، في المجتمع الاسلامي، ان احنا ما بنعرفش نتعامل مع العاصي التعامل الصحيح والسليم. الصحابه رضي الله عنهم كان شعارهم اصلح نفسك وادعوا غيرك، يعني هو يرى في نفسه انه تحتاج الى الاصلاح. تمام. يرى نفسه ان هو قاعد على قمه الجبل والناس في قاع، لا هو حتى لو راى نفسه ان هو وصل الى قمه الجبل فيرى ان قمه الجبل لا يمكن ان تتزن الا لما ياخذ اللي في القاع ده ويطلعه فوق. وهو ده الاسلام وده الدين، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فمش هيكتمل ايمانك، بص، في شرط صحه وشرط كمال في الايمان. تمام. شرط الصحه، عشان شرط الصحه اللي هي الايمان بالاركان المعروفه، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره. تمام. ده شرط الصحه عشان صح ايمانك بعد الاسلام، بعد اركان الاسلام الخمسه. شرط الكمال عشان ايمانك يكتمل وتزداد وترتفع درجتك هو ان تحب الاخي كما تحب لنفسك. لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحبه لنفسه. فهل هنا الشرط هنا عشان ايمانك، هل هو شرط صح؟ لا، مش شرط صح، ولكنه شرط كمال. فالصحابه رضي الله عنهم كان شعارهم اصلح نفسك وادعوا غيرك. كانوا يتعاملوا مع المسكين ازاي؟ كانوا يتعاملوا مع العاصي ازاي؟ كانوا يتعاملوا مع العاصي من منطلق انه مسكين يجب ان احنا ناخذ بايده. بص، عنديك مثال بسيط والمشاهدين يركزوا معايا في الحته دي. لو احنا مثلا في عندنا طبيب ماهر جدا ومميز جدا، وعندنا انسان مريض للغايه وموجود في السرير، في مريض ما يقدرش يتحرك مكانه، وفي مريض يقدر يتحرك مكانه ويروح لدكتور، وفي واحد تاني يكون في حادثه نعوذ بالله يعني من كل الامراض، وربنا يعافينا جميعا ويعافي مرضانا كلهم، في حد بيحصل في حادثه فالاسعاف بتروح لحد عنده تجيبه، وفي دكتور هو اللي بيروح لحد المريض، وفي مريض هو اللي بيروح للدكتور. اقصد حاله الضوضاء ديت بتقول ايه بقى؟ بتقول على حسب ما يلزم الحاله. لما يكون المريض بيزداد مرضه ووصل لحاله الكساح انه ما يقدرش يتحرك مكانه ينطلق الى الطبيب، ايه اللي بيحصل؟ الطبيب نفسه اللي بينطلق الى المريض لحد مكانه ويفعل ما يلزم معه عشان ينقذه من حاله المرض. وهي دي المسؤوليه الاجتماعيه اللي بيشيلها مين؟ الطبيب. كذلك برضه في مسؤوليه عالميه ومسؤوليه اجتماعيه ومسؤوليه دينيه بيشيلها الداعي المسلم وبيشيلها المسلم. والمؤمن ولو بلغ باي واحده هو داعيه. هناك دعوه بالقول والفعل وهناك دعوه صامته. فانا وانت كلنا دعاه، ولازم كل الناس تبقى دعاه، كل الناس تكون دعاه. بمعنى ايه؟ خلينا على منبر الاسلام العام. انا مثلا نقول لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح لعمه وهو قبل ما يموت بالظبط يقول له يا عمي قلها، صح كده؟ طيب طلب العالمين بالظبط. خلينا نتفق، هل عذاب ابو طالب تمام كده؟ عذاب ابو طالب هل هيضر النبي في شيء يوم القيامه؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله انا هل النبي هيمنع عن الجنه عشان ان عمه دخل النار؟ لا. بالطبع لا. من يؤخر بعمله لم يسرع بنفسه. بالظبط كده. ولكن كان كل الموضوع انه كان مشفق بالظبط على عمه انه يدخل النار. هقول لك على حاجه بقى جميله. لا خلينا بس نقول نقف نقطه دي ثانيه بس. ماشي. هو كان مشفق على عمه خلاص كده؟ طيب بعد ما راح له خد بالك بقى، راح عند عمه وعمه خلاص قال ان هو على مله ايوه ابي صح كده؟ على مله عبد المطلب. على مله عبد المطلب، على مله ابي، على مله عبد المطلب. تمام. ومات وكان مصيره النار. طيب المشهد ده خلص، دي النقطه. المشهد خلص. جميل. هل النبي صلى الله عليه وسلم فضل كل شوية يذكر مشهد انتكاسة عمه؟ لا لا خالص أبدا. هل قعد حد يعاير سيدنا علي بابوه؟ لا خالص أبدا خالص خالص. طيب حد انتكس، انت لو ما عندكش كلمة حلوة تقولها له تمام كده تخرجه من اللي هو فيه أفضل لك ما تاخدش فيه. الله يبارك لك. وعايزين نقول إن الانتكاسة يعني انا ارى ربما اكون مخطئ. أيوة. ان الانتكاسه لا تقاس بيها منسوب الايمان عند المنتكس ابدا. جميل جميل. بل جميل. تقاس بي منسوب الايمان عند متلقي الانتكاسه. جميل جميل. احسنت. انا عرفت ان فلان دوت انتكس، رائع. انا هقيس منسوب ايماني انا بالايه؟
بكيف اتعامل مع الموقف، برد الفعل، برد فعل بتاعي، هو ده اللي هيقيس منسوب الايمان عندي، مش هيقيس منسوب صحيح. الايمان بانتكاسته. صحيح، صح كده. احسنت احسنت. انا اقول لك على حاجه جميله، يعني برضو من واقع مواقع السيره النبويه، النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معز ومع السيده الغامديه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل ازاي، دول زناة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في فوج من الصحابه الحد ده. في بقى معلومه خطيره قوي اللي ما ابن تيميه اوردها في الجانب ده، احنا كنا بنعرف ايه اقامنا الحد وفرحانين ومش عارف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الموقف وعلم الصحابه ثم علمنا ازاي يكون التناول للامور ديت. الناس اصلا كان زعلان وحزين جدا، زعلان، فيجي في احد اللي اقيم عليهم الحد والدم يتطاير على سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد يسب يسب سيدنا ماعز، يا ده يعني لقد، قال لك مقوله خطيره على فكره، قال لك ايه؟ قال لك لقد مات ميتة كالكلب، يعني فاهم، حتى يعني لقد اخذ فعل به الذنب حتى مات ميتة كالكلب. انت متخيل كلمه صعبه جدا. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه ويظهر عليه ويغضب امام الصحابه رضي الله عنهم، قال والله لقد تاب توبه لو وزعت عليها المدينه لوسعتهم. صحيح. تخيل تخيل. وفي روايه قال ايه على الغامديه؟ بيقول ايه؟ لقد تاب التوبه لو تابها صاحبه مكس لغفر له. الله 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 الجمال. خلينا نقول يعني انا مش من حق اعترض على حد. تمام. انا ان كان عندي نصيحه بينها للناس بالظبط بحق وبلين. جميل. ولازم نفرق ما بين، دايما اتعلمنا من مشايخنا ان هم قالوا لنا هنفرق ما بين مكان موطن ومقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة ربنا قال لسيدنا موسى روح لفرعون قل له كلام لين، اتكلم معاه كده بالراحة، تمام كده، ما بقاش أنا أحكم نفسي القاضي والجلاد، ما بقاش أنا، خد بالك الأخ اللي انتكس ده ربما يكون عمل الذنب بتاعه هو قدام كل الناس. بالزبط. صح كده؟ طيب أنا بقى عملت كام ذنب بيني وبين نفسي؟ جميل أحسن. فأنا أصلا مش خالي من الذنوب، فأنا ما أخدش في عرض حد. صح كده؟ خلينا بس الأول نشوف فيديو معانا محمد ونرجع تاني نعقب عليه ونختم معانا إن شاء الله بإذن الله. لا يتكلم أحد بكلمة في أحد إلا سأله الله عنها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلان يسرع، فلان بطيء، فلان طويل، فلان قصير، فلان فلان، هذه وراءها السؤال. فإن استطعت ألا تلقى الله بمظلمة وأن تلقاه خفيف الحبل غدا بين يديه فافعل رحمك الله، واعلم أن الأمر ليس مبالغا فيه بل حق كالشمس في رابعة النهار، لأن الله أعذر إلى العباد. وإذا كان يوم القيامة في الدنيا سمع الله منا جميعا، في الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فتخرس الألسنة ولا يمكن أن ينطق أحد إلا بالحق، ولا يمكن أحد أن يتكلم إلا من أذن له الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، خضعت وخشعت وذلت، فالثرثرة والكلام وإرسال الألسنة والضحك والتعيير، هذا اللامبالاة في الألسنة، حقوق العرض، حتى إن الشخص ربما يأتي ويجلس في المجلس الواحد ويهلك بلسانه، اللسان فقط يهلك به وهو لا يدري، لأنه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أين أنت؟ أنت قرأت كتاب الله وقرأت أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وقرأت أن الملك رقيب على لسانك، فتحفظ هذا اللسان. في الخصومات غالبا الخصومات تفني والعياذ بالله الحسنات. وزي ما شفنا أن الموضوع خطير قوي، خطير جدا جدا. محمد أنا عايز أقول لك في جروب على الفيسبوك، تمام، في ناس بتنزل أسئلة وعايزة نصيحة، تمام. ففي واحدة بتنزل سؤال، هي ابتليت بذنب خلاص كده، هي بتقول يا جماعة انا دلوقتي انا حبيت ابن الجيران، قالت كده انا حبيت ابن الجيران، تمام كده، واخته صاحبتي قالت لي ما تكلميش اخويا غير لما يجي عندك البيت وايه ويتقدم رسمي ويخطبك. جميل. تمام كده، جزاها الله خيرا. طيب هي بتقول انا يا جماعه مش عارفه اعمل ايه، تمام كده، انا بحبه انصحوني لله.
الناس قالت تنصح لله عز وجل وناس قولها واتق الله وكده ما ينفعش واللي تعليقات كتير قوي. ففي واحد من ضمنهم التعليقات بيقول ايه؟ عليك من الله ما تستحقي. يا الله يا اخي هي دي نصيحه؟ ده عيش ده ولا ايه؟ انا مش عارف كان كده يا اخي يعني اتقي رب العالمين وعامل الناس. بس برضه اعتدى. لا بس انا برضه مشكور ان هو اعتدى قال لك عليك من الله ما تستحقي. هو ترك الامر ما بين العبد ورب. بس, بس هي اللغه منفره بالظبط كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ان منكم لمنفرين بالظبط. تمام أحسن. فخلينا محمد نختم كده بتعليق ليك على الفيديو عشان نختم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم في الحديث المتفق عليه. شفت بقى شفت الشباب بتقول ازاي؟ شفت الشباب ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان العبد ليتكلم بالكلمه. انت متخيل يا شاعر؟ بالله عليك تركز. بيقول ان العبد ليتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا. في روايه البخاري ومسلم شوف يعذب بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. انت متخيل؟ غير شفناه في الفيديو. بالظبط لان الكلمه على فكره ربما تكسر ارواح، ربما صحيح. على فكره الكلمه تقتل امه. صحيح. لان الكلمه لما بتخرج وتصدر عن الشخص حتى خاصا صاحب المنبر او صاحب التاثير قد يهدم الله عز وجل بها مجتمعات، قد وقد زلت عالم تزل عالم. صحيح. فالكلمه مؤثره فوق ما نتخيل. الكلمه على فكره مش مجرد احرف. كلامك مش قبل ما نختم خلاص. قبل ما نختم الوقت حسب في كتر هيضربونا. تمام. فنقول للساده المشاهدين يعني خليك براند وبلاش تتكلم في اللي مالكش فيه. ونقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أمل اللقاء جيد بإذن الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.